أول حاجة، الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر اهتم بشكل خاص بذكرى مباراة ريال مدريد. زي امبارح مر على هذه المباراة في حدود حوالي 19 سنة. مباراة كانت كبيرة، مباراة عظيمة. الخطاب اللي أمامكم على الشاشة ده كان خطاب من نادي ريال مدريد للنادي الأهلي عقب مباراة القرن، المباراة اللي فاز فيها الأهلي على نادي ريال مدريد الملكي اللي كان مدجج وقتها بأبرز نجوم الكرة الأوروبية والعالمية. الخطاب فيما معناه ومضمونه إن طبعا ريال مدريد بيقول للنادي الأهلي إحنا شركاء، وأي انتصار للنادي الأهلي هو انتصار لينا. روح رياضية بين نادي القرن في أوروبا ونادي القرن في إفريقيا وعظماء الكرة في العالم، بين الأندية الكبيرة على مستوى العالم، والنادي الأهلي دائما وأبدا بيشرف الكرة المصرية. برضو معايا يمكن الحساب الرسمي لموقع يلا كورة عبر تويتر نشر فيديو عن احتمالية غياب رمضان صبحي عن المشاركة مع الأهلي في الفترة القادمة. حسب الاحتمالية طبعا طبقا للمعلومات اللي ذكرت بالأمس من خلال الكابتن سيد على الفترة القادمة، لكن يلا كورة اهتم بالناحية الفنية، تأثير رمضان على هجوم الفريق. فيديو انفوجرافيك كده معمول بسيط بالنسبة لمشاركة رمضان أو تأثير غياب رمضان على الفريق خلال الفترة القادمة. طبعا احنا بنتكلم على احصائيات وارقام وسكاوتنج، يلا كوره اهتم بنشرها بخصوص مشاركه رمضان صبحي مع الاهلي خلال الفتره الاخيره، التمريرات القصيره، التمريرات الطوليه، المراوغات، الاهداف، الاسيست، كلها بالتاكيد ارقام وسكاوتنج بتكون مهمه جدا في عمل اي مدير فن. لكن دائما النادي الاهلي تيم جماعي، فريق بيلعب ب 11 لاعب من اول حارس المرمى لغايه راس الحربه بالدكه وكل القائمه. الاهلي لا يقف بالتاكيد على اي لاعب، وكل لعيبه بالتاكيد ان شاء الله بيكون لها دور مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. طيب.